وللحديث أكثر حول تداعيات الأمطار التي شهدتها مملكة البحرين، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف العقيد الركن الدكتور محمد خليفة البن غدير، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني. مرحبا بك معنا في نشرة الثامنة، ولو تحدثنا عن أبرز الجهود التي قامت بها الإدارة العامة للدفاع المدني في التعامل مع تداعيات الأمطار، إضافة إلى أهم الإحصائيات لهذا اليوم. أسعد الله أولاً أسعد الله مساكم بكل خير، وشكراً على هذه الاستضافة. مرحبا. يعني في الواقع، يعني في إطار الحفاظ على السلام العامة، ومن منطلق في الحقيقة المهام الرئيسية المناطة بالإدارة العامة للدفاع المدني للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتعزيز في الحقيقة الاستراتيجية الشراكة المجتمعية المعمول بها في وزارة الداخلية بكافة قطاعاتها. يعني قامت إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني بجهود في الحقيقة مكثفة خلال فترة التي يعني شهدت سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق في البلاد، والله يجعلها أمطار خير وبركة. ومن ضمن في الحقيقة الجهود المبذولة يعني هو يعني رفع جاهزية جميع مراكز الدفاع المدني والموزعة على جميع المحافظات، وهذا كان يعني بشكل استباقي. وأيضا يعني تم تفعيل في الحقيقة يعني خطط الطوارئ بالتنسيق مع يعني جميع القطاعات المعنية، ومن ضمنها مديريات الشرطة والمرور والعمليات الرئيسية. يعني ذلك كان بهدف اتخاذ يعني إجراءات عملياتية بشكل يعني صحيح ومناسب، والتي يعني لله الحمد وتوفيقه ساعدت على يعني تقليل الخسائر قدر الإمكان. نعم. وهذا في الحقيقة يعني بالعمل والجهود المشتركة كان هذا يعني الهدف، يعني بهدف إعادة الوضع في الشوارع والمناطق السكنية إلى طبيعتها. باشرت في الحقيقة يعني الإدارة العامة للدفاع المدني ما يقارب 30 يعني بلاغ تتعلق يعني تعلقت بتجمع مياه أمطار، سحب السيارات المتعطلة، حدوث بعض الماسات الكهربائية. كما يعني تم استخدام المضخات في سحب يعني مياه الأمطار، وذلك بالتعاون والتنسيق المشترك مع اخواننا في يعني البلديات ووزاره الاشغال. في الحقيقه يعني لا يخفى على الجميع بان هذه النوعيه من الخدمات يعني تتطلب تواجد مكثف من قبل هذه الاداره الخدماتيه والادارات المعنيه الاخرى، بما يعني يضمن تطبيق المهمه الرئيسيه المناطه بالاداره العامه للدفاع المدني من حمايه الارواح والممتلكات وضمان استدامة الوضع الطبيعي في معدلاتها المقبولة بقدر الإمكان. وأود يعني اسمح لي أخي العزيز يعني أن ننتهز هذه الفرصة في الحقيقة على التأكيد للجميع بأن بإذن الله جاهزية الدفاع المدني لله الحمد عالية للتعامل مع شتى أنواع البلاغات، وأن هنالك توجيه واضح من قبل يعني سيدي معالي وزير الداخلية الله يحفظه، ومتابعة سيدي سعادة رئيس الأمن العام بأن تسخر هذه الإدارة جميع يعني إمكانياتها ومواردها، سواء الموارد البشرية أو الموارد اللوجستية، يعني لتقديم خدمات ذات جودة عالية للمواطنين أو المقيمين على هذه الأرض الطيبة. وفي النهاية يعني نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع، وأن تكون هذه الأمطار هي أمطار خير وبركة على مملكة البحرين. نعم، كل الشكر لكم على هذه الجهود المبذولة في التعامل مع تداعيات الأمطار. العقيد الركن الدكتور محمد خليفة البن غدير، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني، شكرا جزيلا لك.